احنا اليوم اسمع هذا اللي وش منكم كامل حاضرين معنا وقلنا ان شاء الله نصل للحضور اكبر. راح نكلموا واحد اليوتيوبر اللي كامل اليوم هنا في الصاله كامل يحبوا. انا نقول لك بلي ما كاش واحد ما يحبوش هنايا ايكومبري صديقنا عيط بن محمد امين اسماعيل هو اللي كرمو. عرفتوا شكون كنقول لكم واحد كامل تحبوه؟ شكون وراه؟ ما سمعتش شكون؟ شكون؟ يتفضل معنا مراد وديعة النجم الصاعد. أنا كنت متوقع باللي مراد تتكلم بوصال على الجواب. أنا جبت لكم مراد من مراد ما يجيش يحيقلكم معليش. في الفيديو التالي تاعو قال لكم باللي يحشم وما يجيش. شحال من فيه نقنع فيه باش يجي وما حبيتش نقول لكم حبيت نخليها لكم سيربريز. دونك حكينا معاه واصرينا انه يكون موجود معنا خاصة انه هو من الناس اللي يعني النجاح تاعو تزامن مع النجاح تاع بودكاست ليبيا. وعندنا صديقنا محمد امين اسماعيل اللي هو نافوغراف اللي اشتغلنا كل الاشياء الجميله اللي كنت تشوفوها هو اللي كرمنا مراد اودي. مراد اودي حاجز نصف مليون مشترك معناتها 500,000 ابوني الحمد لله. ديغنيغمون دخلت لاشين يوتيوب الاولى في الجزائر. هذه حاجه تشرف بصح انا راني حاب نقول لكم باش راهم هنا لي جان تاعنا. انا كامل حابين يكونوا كيما ان شاء الله ان شاء الله. انا راني حاب نقول لهم بون خلاص الحاجه الاولى بيان سور هي الخدمه ونسي نخدم بالنصيحه خطيكم قاعد هذيك الهضره تاع برا هذا انا نصحكم بعد ساعه ما تسمع حتى واحد اقعد غير تخدم. انا بالي اسمع مليح قام عندها قال لك تخرجوا في اليوتيوب انتشروا في اليوتيوب يا اخو انتشروا في اليوتيوب وتحياتنا لكم قال لكم هنا اليوم. اذا كان هذا مستر سليم عجبكم ولا لا؟ عجبكم كرمهم ولا لا؟ يتفضل معنا التكريم. اذا سليم معلول هكا سليم معلول هو اللي دارنا ستاندارد الاول معنا اليوم في بودكاست عربيه في حفل الثانوي الاول وحيد بهلوج. نعم وقرر يوسف بهلوج لتكريم سليم اللي دارنا ستاند اب الان. نتمنى يكون عجبكم اكيد هو عجبكم سيكرر الاعمال من قبل الناس.